السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في اللي هو ايه؟ بتاع المنديل اللي هو بيبقى كده. ماشي؟ وهنعمله مع بعض برضه. طيب دلوقتي بقى ايه؟ عايز ايه؟ الجيب اللي هو بيبقى جيب الايه؟ الجيب اللي هو جيب المنديل اللي بيبقى فوق. جيب المنديل اللي بيبقى فوق. زي ايه؟ زي الجاكيت مثلا دوت. اهو. بنفس الشكل ده كده. بنفس ايه الشكل ده. شايف البنسة فين؟ هو بيبقى في نص البنسة دي. هو بيبقى في نص البنسة دي. تمام؟ أبعاده إيه؟ بيبقى سقوطه من فوق 25 سنتي. سقوطه من فوق 25 سنتي. العرض بتاعه من كام؟ العرض بتاعه من 9 ل 10 سنتي، ما يزيدش عن كده. بيبقى مفتوح على أساس لو في منديل هيتحط فيه أو حاجة. هو ده الجيب. بيبقى الجيب نفسه بميل. بيبقى الجيب نفسه مش ستريت، بيبقى واخد ميل شوية. طب هنعمله إزاي؟ هنيجي كده أهو. انا لو دي هتتني كده بتتني على جزء من الجيب، يعني الجيب هيجي هنا. طب انا عايز قد ايه؟ عايز 25 سنتي من فوق. تمام اهو. نجيب الماركه بتاعتنا المثلث ونبدا نشوف حدود الجيب معانا ايه. هاخد ب 25 سنتي من فوق اهو. تمام. طب الجيب ماله؟ الجيب هيبقى نازل بميل كده. الجيب هيبقى نازل بميل كده. تمام. حدوده ايه؟ حدوده 9 ل 10 سنتي. انا هاخده قد ايه؟ هاخده انا لما هاتني الريفير ده كده هيبقى واخد جزء من الجيب. فيبقى هيبقى لغايه هنا اهو كده. ادي الجيب معايا اهو. طيب العرض بتاع الفليتو ده، عرض الفليتو دوت بيعمل في حدود 2 سنتي ونص. عرض الفليتو دوت نفسه هيعمل معايا في حدود 2 سنتي ونص، غير اللي هيخش في الخياطه. ده الفليتو اللي انا اعمله. انا كده حددت ايه؟ حددت الجيب نفسه. حددت الجيب نفسه اهو. حددت حدود الجيب نفسه والميل بتاعه اهو. تمام. احدد بقى الفليتو اللي انا هحتاجه له. هحتاج فليتو قد ايه؟ 2 سنتي ونص بالاضافه للقيمه بتاعه الخياطه بتاعتي اهو. اظبط حدودي اهي واجي هيبقى الجيب كده بالظبط. تمام. لازم يبقى طالع الميل بتاعه اهو كده طالع مستقيم. يعني ايه مستقيم؟ مش انا واخدت من هنا 9، خدت من هنا 9 سنتي 10 سنتي، يبقى من فوق برضو 10 سنتي عشان يديني نفس الايه؟ الاستقامه بتاعت الجيب. يعني الجيب مش هيبقى ايه مايل، لا هو الجيب هيبقى مستقيم كده. يبقى الجيب هيبقى ليه ايه؟ وش وظهر. يعني بعد ما هعمله انا اظبطه كده ما ينفعش ان انا اقلبه الناحيه الثانيه. كده الجيب اتعمل معايا. هعمل ايه؟ هروح جاي مقفل الزوايا ديت على المكنه ونبدا ايه؟ نعمل الجيب زي ما احنا ايه هنشوف. الجيب دوت هيبقى كده بالظبط. تمام؟ نبدا نقعد على المكنه ونشوف احنا هنعمل فيه ايه. انا لا من هنا هاجي بقى اروح مقفل الجيب من الجناب هنا عشان اقلب ايه البوزه بتاعته بالظبط. الجيب لازم هيتقفل بنفس الشكل ده. الفليتو بتاعه بقى ده الفليتو بتاع الجيب ايه؟ جيب المنديل الايه؟ الامامي العلوي. صفي لي الزياده وبعد كده ايه؟ نتنيه نعمله وبعد كده ايه؟ اكويه على اساس ايه؟ يفرد معايا. كده ايه الجيب اهو. هدوس بس عليه ايه؟ ماكو عشان ايه نعرف ايه نظبطه بالظبط. كده بقى انا ايه ظبطت الفليتو نفسه بالمكوى اهو وهبدا ايه اركبه. خلي بالك الجيب الاتجاه مش هيجي ينفع كده، لا اهو الجيب هينفع اهو الاتجاه بتاعه كده. تمام اهو. تمام كده ماشي. تعال دي الورقة بتاعت الجيب.
حطها معايا اهي، ما تخرجش حدودها عن حدود الجيب. الورقة بتاعت الجيب اهي، اقول لك حاجة عشان بس ما نلخبطش نفسنا، هاجي انا الجيب هيبقى كده. طب هتعمل ايه؟ تعالى شوف ايه لي هنا في النص كده، طالما في شق على طول يبقى بتعامل مع القماش ايه؟ برفق شديد كده اهو، واروح ايه داخل بايه؟ بالزاوية دي كده. تمام؟ تمام كده؟ انا فتحت ايه؟ للجيب اهو، واروح مدخله جوه كده بالراحة. ادي ايه؟ الجيب اهو بدأ يبان ايه؟ الشكل بتاعه. بس لسه بقى الورقة ولسه تقفيله من فوق. طب نبدأ ايه؟ نقلب الجيب عشان نشتغل فيه من جوه. اهو. دي الورقة اللي انا هاخدها للجيب نفسه. فاهمين يعني ايه الورقة طبعا؟ اللي هي الجيب نفسه بقى من جوه. ما بيبقاش الجيب كبير وبيبقى ايه؟ هو شكل بس، يعني مش ايه؟ يعني هو بيبقى شكل اكتر منه ايه؟ اي حاجة تانية. ماشي؟ وزي انتوا فاكرين ان انا عملت فوق هنا اهوت اصلا، واروح ايه؟ مدي برضو فورت صغير كده عشان اقفل ايه؟ هنا اهوت زي ما قلت لحضراتكم هبدا بعمل ايه؟ الجيب من جوه، اديت فورت بس صغير من هنا ومن هنا دوت لايه؟ عشان اعمل الورقة في الجزء العلوي. اهو. الورقة فين؟ في الجزء العلوي كده. يعني اشبكها او اخيطها في الايه؟ اكشترها في الجزء العلوي اهو. كده انا شغال في الجيب من جوه، انا سايبه خلاص من بره. ماشي، من بره هبدا اقفل بس الركان بتاعته بعد ما اخلص من ايه؟ من الجيب نفسه، ادي الجيب اهو كده من جوه اهو. طب نبص عليه من بره؟ اهو من بره هيبقى كده. هتيجي بقى الورقة تروح مقفلة ايه؟ هتيجي اصلا انا اسف الفيليتو نفسه هرجع اروح مقفله هنا اهوت بايه؟ بشيمه رفيعه جدا كده شمال ويمين. بشيمه ايه؟ رفيعه جدا شمال ويمين اهو، ده اللي انا هعمله دلوقتي. الخامه لما بتبقى لكره وانت شغال فيها بتتعبك، بس المهم تكون انت عارف انت بتشتغل ازاي. يعني تخيل الجيب اهو شكله بان وبسم الله ما شاء الله ولسه ما اتكواش ولا اتعمل فيه ايه؟ اي حاجه. تمام؟ ما خليش ادنى كسره في الجيب. ما خليش ايه؟ ادنى كسره في الجيب ما تكونش موجوده. طبعا الجيوب القطع ديت فنياتها عاليه جدا. يجب ان انت تتمرن عليها مرة واتنين وعشرة عشان تعرف تطلع الجيب احسن ممن انا ايه عامله كده. ده كده ولسه ايه ما كوتوش، ولما يدوس عليه بقى ومن جوه اهو هبدا اقفل ايه الورقة بتاعتي ايه من جوه. بقفل انا بقى ايه الورقة بتاعت الجيب ايه من جوه بقى. وبعد كده اروح عامل ايه مصفي الزيادات. نصفي الزيادات معايا. ادي الجيب بتاع ايه؟ تاني ده جيب المنديل اللي هو بايه بيتحط فيه منديل بقى هنا اهو كده اهو، ويجي ده عليه كده بنفس الشكل ده كده. يبقى انا خلصت جيوب الجاكيت كلها. هعمل ايه؟ هقفل الجاكيت. خلاص كده اقفل الجنابي واقفل الكتاف عشان نبدا نشوف اللياقه والكمام مع بعض. ده الجيب بقى بعد ما احنا عملناه وكوناه، شايفين انا عايزكم بس تشوفوا الشكل بتاعه والشياكه بتاعته اهو. الريفير ده يجي يثني عليه كده. تمام؟ لو هيتحط منديل او اي حاجه بيتحط كده. تمام؟ هبدا بقى كده خلاص هقفل بقى ايه كده. انا وصلت ان انا هقفل الظهر مع ايه
مع الصدر اهو، الجسم نفسه والبطانة، الجسم نفسه والبطانة في السريع كده على طول اهو. بسم الله، محددين انا القشاطير بتاعتي. كتاف دوت انا شغال في الناحية الشمال. تمام، الناحية التانية اهي. كده انا ايه قفلت الجسم نفسه، وهبدا اقفل البطانه زي ما قفلت الجسم نفسه. ثواني كده ما انساش حاجه، ان الخامه دي مالها؟ الخامه دي لكرة، فلازم اركب ما يسمى بالشداد للكتف. يعني ايه الشداد؟ لان اللكرة ديت لو انا مظبط الكتف على 40، بعد ما بخلص خالص الاقي الكتف دوت عامل معايا 42 على الاقل. ماطت معايا القماش؟ اه ماطت معايا. تمام، فالشداد دوت وظيفته ان هو ايه؟ يخلي الكتف ماسك نفسه، يخلي الكتف ايه؟ ماسك نفسه. طب الشداد ايه؟ البيه، الستان. الشداد اللي انا هركبه بركبه في الكتف كده عشان الكتف ما يرميش معايا ايه؟ زياده اهو. دوت كده خلاص بيبقى حفظ الكتف ان هو ايه؟ يتحرك. يعني شوف الكتف التاني واحنا لسه ما ركبنالهوش الشداد، بص ها بيعمل معاك ايه اهو. طب شوف هنا ها مسك معاك اهو، لكن هنا بيعمل معاك ايه؟ بص، الشداد وظيفته ان هو يثبت مستوى الكتف عند القيمه اللي انا مظبط عليها الايه؟ المقاس معايا. ادي بعد ايه ما ركبته، بص بقى شد فيه زي ما انت عايز اهو. تمام كده انا ظبطت ايه؟ قفلت الجاكيت نفسه، الجناب بتاعت الجاكيت نفسه والكتاف. هعمل دي ما اسمها مرحله ايه؟ مرحله الطبق. يعني ايه الطبق؟ بطبق بقى ايه؟ الجاكيت نفسه بطبقه اللي قداماني على وراني. خلصت الصدر نفسه، خلصت الجسم، ابدا اعمل ايه؟ البطانه زيها بالظبط. انتوا عارفين جاكيت البطانه يعني مش اي حد يشتغل فيه. جاكيت البطانه بيحتاج صبر، بيحتاج اصلا اللي شغال فيه ايده نظيفه. يعني ايه ايده نظيفه؟ يعني ايده نظيفه في الشغل مش في حاجه ثانيه، ما تفرقش معاه. ايده نظيفه في الشغل ان هو اصلا يبقى بيعرف يفنش حته مظبوطه، بيعرف يفنش حاجه مظبوطه، مش شغال كده وخلاص. لان لو شغال كده وخلاص انت اصلا انت شغال في كذا حاجه، شغال في الجسم والبطانه والجيوب والمصر ولزق والكلام ده كله. ولذلك بص انا ماشي معاكم الجاكيت واحده واحده من اول قصه، لكن الجاكيت دوت فيه كذا ايد بتخش فيه، لو هو في مصنع او حاجه كذا ايد بتخش فيه. اللي بيقص ده حاجه، اللي بيلزق البرلون ده حاجه، اللي بيعمل اللي بيقص البطانه ويقفلها حاجه تانية، اللي بيعمل الجيوب. فزي ما بقول لك، فانت قليل بفضل الله عز وجل واما بنعمه ربك في حدث ان حد يقول لك على كل حاجه في الجاكيت زي ما احنا. الفرق بقى في ايه؟ الفرق انا بكلمكم وانا بقفل، الفرق في ايه؟ ان انا واخد الحاجه ديت على اصولها من والدي الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته، ماشي؟ واخدها منه بما يرضي الله عز وجل، ومش وقفت على كده وبس، لا انت بتبدا انت تنمي نفسك. مفيش حاجه اسمها انت ما تعرفش تعملها في الشغلانه دي، من اول ما تقص الحاجه لغايه ما تركب زرايرها لغايه ما تعلقها على شماعه مكويه. انا كده عملت ايه؟
قفلت لكم الجاكيت كله جسم وبطانه، جسم وايه وبطانه. وهنوقف خلاص الفيديو ده على كده، هيتبقى معانا ايه؟ تقفيل الكمام واللياقه، ودي حاجات برضو ايه فنياتها عاليه جدا. هيبقى في فيديو للكم وفي فيديو للياقه، ماشي. ده اخر حاجه كده، كل اللي احنا بنطلب من حضراتكم الدعم، الدعاء بظاهر الغيب. اي حاجه هتتعلمها مننا نرجو من الله عز وجل ان هي يكون لها اثر عند حضراتكم، ان انتوا لا تنسونا من صالح الدعاء. ادي الجاكيت اهو اتقفل لسه هيتكوي، وهنقص الايه الكمام بتاعته ونبدا نركبها. الاصل الاصيل اللي احنا بنتكلم عليه دايما ايه هو؟ الاصل الاصيل اللي احنا بنتكلم عليه هو دايما ايه؟ الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.